صاحب الكتاب الحبيب عبد الله الحدث رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا عن نية، وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن حسنت نيته حسن عمله لا محالة، ومن خبثت نيته خبث عمله لا محالة، وإن كان في الصورة في صورة طيبة كالذي يعمل الصالحات تصنعا للمخلوقين. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا النية، bahwasanya tidak ada amal kecuali dengan niat, iaitu daripada sabda Nabi SAW. Dan sesungguhnya manusia itu diberi pahala dan dibalas sesuai dengan niatnya. Jikalau kita belajar ini untuk kita lebih dekat kepada Allah, kita dapat itu.